انا مشيت تقيد خاطر حاجه مهمه ياسر باش تتقيد، خاطر كي تتقيد تكون تضمن انك باش بعديك تمشي تنتخب في البلاصه اللي انت تكون بحدا دارك. احنا عملنا ثوره، مش عملنا ثوره جوست باش نقولوا بن علي ديجاج مشي هاكا بانك تفرج فينا في السعوديه، عملنا ثوره باش تولي عنا كلمتنا، وكلمتنا نقولوها نقولوها مش بالعياط، نقولوها بالانتخاب. هي الثوره ما تتعملش في ليله ونهار، ثوره مش متى نهار 14 جانفي روحنا لديارنا وفيت الثوره، الثوره بدات يوم 14 جانفي، واول خطوه توا باش نعملوها في الثوره خطوه صحيحه باش تكون مجلس تاسيسي، خاطر العداله يحب لها وقت، برشا حاجات يحب لهم وقت، لكن اول حاجه باش نكون نجحنا فيها هو ان باش نكونوا طيحنا كلمه بن علي، باش نعاودوا دستورنا كما نحبوه احنا، واحنا باش ننتخبوا العباد وباش نختاروهم العباد اللي باش يكونوا في المجلس التاسيسي. الانتخابات مهمه جدا، خاطر بن علي قبل ما يمشي هلك لنا الدستور، وهلكوا الدستور مش وحده، هلكوا بمشاركه برشا ناس من مجلس النواب اللي هما ايزون فوتي على دي لوا هو قلبهم. دونك احنا نحبوا نرجعوا يكون عندنا قانون، يكون عندنا دستور اللي احنا يمثلنا ونكونوا موافقين عليه. هالدستور هذا باش يخدموا عليه ناس اللي احنا باش ننتخبوهم خاطر عندنا ثقه فيهم. دونك بعد المجلس التاسيسي باش نعاودوا دستورنا، والاعضاء المجلس التاسيسي هما باش يقوموا شويه على الحكومه في الفتره هذيك. دونك بوغ لا بروميير فوا بعد ما مشى بن علي باش تكون عندنا شبه حكومه شرعيه، وديكون نكونوا احنا موافقين عليها. هاكا علاش لازمنا نمشيو ننتخبوا، خاطر كان ما ننتخبوش بعد كان نلومو كان نفسنا، كان يجيو ناس ما يمثلوناش يحكموا فينا. انا ماذا بيا نكون متفائله ونقول تونس سمح لها وفيها ديمقراطيه وحريه وعداله ودستور يمثلنا ونبداو كلنا فرحانين، لكن سا ديبون. كان التوانسه يقعدوا قاعدين متغشين وجوست يعاركوا يقولوا لا لا سي با نورمال ما يعملوا شيء، تونس باش تقعد هي كيما غدوه كيما بعد غدوه. وكان التوانسه يمشيو في البناء، معناها في عود نمشيو في الهدم ولا لا لا نمشيو نبنيو ونبداو بطريقه سيفيليزي وننتخبوا الى اخره، باش تكون تونس خير من احسن البلدان اللي احنا نتمنوا نمشيو لهم، واللي هو حتى حد ما يحب يحرق ويخرج من بلاده. فما توانسة ما مشاوش باش يقايدوا مش عايين باش ينتخبوا، خاطر خموا انه اللي سان فاريان شونجي، وقول لهم اللي مش بالحق، معناها كل كلمه وكل فوت عنده قيمته، وكان انت ما تمشيش تنتخب نهار اخر مثلا كان نفسك كان كي تحل التلفزه وتلقى وجوه من النظام البائد ولا وجوه من الناس اللي قفوا البن علي واللي احنا ما نحبوهمش، والقانون على غالب التوا ما نجمش يحاكوهم، كي نهار اخر تحل التلفزه تقام في هذايا في المجلس التاسيسي ما تقولش كيفاش، خاطر انت ما مشيتش انتخبت. العباد اللي ما مشاوش يقيدوا ميم سي هما يقول لك فما لانسكريبسيون باسيف، ونقول له راهو كي تمشي تقيد مهم، خاطر هو سي ان جيست لا سامبوليك انك تمشي وتتحرك وتوصل تقيد اسمك وترجع عندك ورقه فيها انت قايد، مهمه جدا. دونك امشي قيد غيان كوش ماتا في بن علي.